نحن الآن ندعم هذا التحرك، ولكنه يجب أن يكون تحرك مدروس ومجدول، بمعنى أن هناك يجب أن يكون هناك جدول زمني واضح لكل هذه التحركات النقابية. بالأخير هي تحركات نقابية، وفي أي مجتمع ديمقراطي أو في أي مجتمع يعني يريد أن يعبر عن ذاته بشكل ديمقراطي، هذا الأمر مسموح بل محمود جدا. ولكن يبدو أن هنالك بعض الأصوات التي تتعالى حتى يعني تصف هؤلاء الأساتذة المحترمون بأنهم شرذمة، وأنهم يقومون بشرخ هذا الصف الفلسطيني، لكن في الحقيقة هم يطالبون فقط يعني بأبسط الظروف، بأبسط الحقوق الواجب أن يحصلوا عليها. يعني عموما نحن فقط نريد أن نقول بأنه هذا الإضراب يجب أن يدعم من المجتمع المدني الفلسطيني، ويجب أن يكون هنالك تحركات من كافة التجمعات السكانية، الجمعيات الاجتماعية الموجودة في فلسطين وفي القرى وفي المخيمات وفي المدن، دعما لهؤلاء، لأنه بدون وقفة جادة مع المعلمين أنا أعتقد بأن الأمور لن تكون جيدة بالنسبة للمعلمين، حيث أن الحكومة يمكن لها أن تنفرد بهم وتضرب بعرض الحائط كل مطالباتهم بالعيش بكرامة. والحق يجب أن يقال بأن الشعب الفلسطيني لطالما كان يساند القضايا العادلة، بما أنه أصلا قضيته قضية عادلة، لن يستطيع أن يسكت على الظلم والظلم الذي يعني ما زال هذا المعلم الفلسطيني يتعرض له. ولكن هنالك بعض المناكفات السياسية الداخلية في فلسطين بين اتحاد المعلمين وبين وزارة التربية والتعليم، بين حركة فتح وبين بعض الأصوات الشخصيات التي هنالك يعني تتناكف وتتصارع فيما بينها، ولكن قضية المعلمين تؤخذ كحجة، بمعنى أنها يعني تستغل حتى يكون هنالك بعض التصفيات السياسية أو المواقف أو بناء المواقف على حساب هذه القضية، التي هي بالقضية أخيرا بالقضية هي قضية يعني المفروض أن تكون بعيدة عن كل هذه التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة. أنا من هنا يعني أطالب بكل يعني ما أوتيت من قوة بكل أطياف الشعب الفلسطيني، سواء في القرى أو في المدن أو في المخيمات، إلى الوقوف، لأنه أنتم تعرفون بأن المعلم الفلسطيني هو الشخص الذي يعني نثق به ونستأمن أطفالنا عنده، هو يقوم بواجبه كما ينبغي، ولكن ساءت الظروف بشكل كبير في هذه الفترة. طبعا نعرف بأن الحكومة تعاني من ضائقة مالية بسبب حجز أموال الضرائب المقاصة عند الجانب الإسرائيلي، ولكن هذا ليس مبرر أن تقوم الحكومة الفلسطينية بإعطاء فقط نصف راتب، وفي هذا التوقيت بالذات. يعني هذا التوقيت نحن الآن في شهر رمضان المبارك، ويعني العالم كله يعيش أزمة مالية، وقبل ذلك كورونا، يعني موضوع كورونا أيضا يعني ساهم في إنهاك المعلم الفلسطيني والشعب الفلسطيني بشكل عام. ونحن الآن سنقدم على العيد، عيد الفطر السعيد، يعني قريبا خلال 10 أيام. لذلك نحن يعني أنا شخصيا لا أفهم لما هذا التوقيت بالذات من السنة، وفي الوقت الذي يعني تنهمر هذه المسؤوليات الاقتصادية على المعلم الفلسطيني. المعلم الفلسطيني من حقه أن يعيش عيشة كريمة مثله كمثل باقي فئات الشعب الفلسطيني من مهندسين وأطباء. يعني صحيح بأنه حتى الأطباء والمهندسين والموردين قد قاموا ببعض الإضرابات الجزئية من قبل، دليل ذلك بأن هنالك مشكلة في المنظومة بشكل عام. يعني عندما تشاهد هذا هنالك احتلال وهنالك إضرابات، المدرس لا يعيش بكرامة، الطبيب لا يعيش بكرامة، المواطن العادي لا يستطيع أن يجد قوت يومه، إذا هنالك مشكلة.
يعني أنا في هذا الفيديو فقط أريد أن أنوه الجميع وأن أطلب منكم لو سمحتم أن تكتبوا لي في التعليقات ماذا، من أين الخلل، أين يوجد الخلل، أين يوجد مكمن هذه المشكلة، لعلنا نأتي بجديد، لعلنا يعني نستشرف بعض الحلول المستقبلية لنزع فتيل هذه المشكلة، لأنه قد يكون ملف المدرسين يعني الشرارة الأولى التي قد تؤدي إلى نتائج وخيمة. الشعب الفلسطيني يوجد به حاليا آلاف المدرسين، وهؤلاء لديهم عائلات وأطفال ومسؤوليات كبيرة، يجب أن نحترمها وأن نكون على قدر المسؤولية وأن نقف جميعا صفا بصف جانب هؤلاء المدرسين. كل دعم للمدرسين، نتفهم طبعا نحن في طبيعة الحال الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، ولكن هي مطالبة بمزيد من الجهود حتى تلبي مطالب هؤلاء المدرسين، هذه الفئة المهمة الشريحة المهمة في المجتمع الفلسطيني. أشكركم على المتابعة ونراكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.